يقول الشيخ محمد بوسلامة: إن الجزائر والتاريخ ينبئكم، كانت بكل حلي العز تزدان، كانت مكرمة في الخير ناعمة، يسعى إلى خيرها رجل وركبان. فاسأل رباها وسل إن شئت ساحلها، واسأل قصورا بها قد عز سلطان، واسأل مساجدها واسأل معاهدها، واسأل عن العلم تنبيكم تلمسان، واسأل عن بجاية واسأل كل زاوية فيها يلقن للولدان قرآن. قد زادها ربها حسنا فكان لها، في كل ناحية روض وبستان. إذا ترنم مقنين بأيكته، تمايلت طربا بالثمر أفنان. تخال من تحت أن الشمس قد وجبت، وأن قطر الندى إذا سال شهبان. قد أزدلت رفرفا في ظله نهر، يجري فرات وحول النهر ريحان. وقال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي رحمه الله: إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم بها للناس مكروه، محل عسر بها أو ضاق متسع، إلا ويسر من الرحمن يتلوه. فرج الله عنا وعن سائر المسلمين.